نعم. يسعى الناس للوصول إلى السعادة فتعددت مذاهبهم في هذا، لو أراد شيخنا أن يبين للناس معالم في طريقهم الوصول إلى السعادة ماذا يقول؟ ما أظن في هذا اختلاف إلا بين الفلاسفة، أما بين الإسلاميين الذين يؤمنون بالله ورسوله ويؤمنون بأنه ليس هناك طريق للوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة إلا التمسك بالإسلام، فليس هناك أجوبة متعددة، إنما هو التمسك بالإسلام، والعكس بالعكس، من أراد الشقاوة أعرض عن الإسلام، وذلك واضح جدا في آيات كثيرة كقوله تعالى في الآية المعروفة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ولكن الذي يجب أن تنبه له هي حقيقة عظيمة جدا ومؤلمة من ناحية أخرى لفقدان كثير من المسلمين لها علما، كثيرون منهم، وتطبيقا بعضهم، ألا وهي أن الإسلام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفهم السلف الصالح لهما هو العلاج لكل الأدواء والأمراض النفسية التي إذا أصابت أمة أو شعبا لم تطعم هذه الأمة أو هذا الشعب طعم السعادة. الإسلام المستقى من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هو العلاج، ولكن الشيء الذي أريد أن أدندن حوله الآن، هذا العلاج دخله كثير من المواد الغريبة التي إن لم نقل إنه أفسدته بالكلية فلا أقل إنه منعت كونه علاجا حاسما. ذلك مما دخل في هذا الإسلام ما ليس منه، سواء ما كان هذا الدخيل في العقيدة أو في العبادة أو في السلوك والأخلاق. ولذلك فقد ينقلب هذا الإسلام بسبب ما أصابه من هذه الأمور الدخيلة عليه أنه لا يظهر أثره في ذاك المجتمع الذي يدين به، فلا يكون العيب هو من الإسلام، وإنما من العيب مما دخل في هذا الإسلام. ولذلك فنحن نلح وندندن دائما وأبدا أننا إذا كنا نبتغي هذه السعادة ولا طريق لها كما قلنا إلا الإسلام، ولكن ليس الإسلام بمفهومه إيش إذا صح التعبير المطاطي، إنما بمفهوم خاص القائم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، حينئذ فهو منبع السعادة ولا شيء سواه. وعلى كل حال فأنا أرى أن مثل هذا السؤال قد يحسن طرقه في بعض الجامعات التي لا تختص بل وقد لا تهتم بدراسة الإسلام، وإنما تهتم بدراسة الثقافة العامة سواء كان إسلاما أو كان فلسفة أو كان علمانيا أو ما شابه ذلك،
وإلا مفهومة بين المسلمين أن لا سعادة إلا تمسك بالإسلام، لكن أنا أردت أن أضيف إليه التمسك بالإسلام بمفهومه الصحيح. بارك الله فيكم. شيخنا، كنت أخذت منكم رسالة صورتها، اسمها رسالة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، اسمها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. على قلة أوراقها من أعظم ما كتب شيخنا، ما شاء الله. لو أن إنسانا مغموما مهموما متضايقا يعني لا تسعه الدنيا يقرأها، سبحان الله، يعني إنجاز التعبير كأنها سحر، ما شاء الله. أي والله، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة رائعة جدا شيخنا، عليك بها، يعني عظيمة، سبحان الله. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي.